مصممة المجوهرات السعودية نادين العطار، مرحب فيك بالإمارات نيوز. أهلين. طبعا نحن اليوم متواجدين بمنزل العالمية علا الفارس. اخترتي العالمية علا الفارس لإطلاق مجموعة المجوهرات الجديدة تعيدك، هذه أول مجموعة لإلك؟ صحيح، هذه أول مجموعة. أول مجموعة صحيح. ليه اخترتي علا الفارس إنه يعني تطلقي هذه المجموعة من عندها وأنت وياها؟ والله يعني أنا الصدف معايا إن أنا أقابل علا. أنا كنت بدور على وجه سيلبريتي في شياكة وأناقة، يكون يعني وجه يمثل المجوهرات والكولكشن حقتي، وجه أنيق ناعم يمثل مجوهرات حقتي. فكنت بدور في الشيء ده في الإعلان الفيديو تبعي، ودورنا على كذا أحد، بس أكتر واحدة عجبتني كانت علا الفارس، ويعني حبيت نعومة شكلها وبساطتها، وفي التعامل حبيتها أكتر. فسبحان الله كان توفيق من عند ربنا إنه أنا وعلا يعني توفقنا سوا، وبدأنا مع بعض في تصوير فيديو الإعلان تبعي في مصر، اللي كان في مصر، كان أول مرة أشوف علا في مصر، وكملنا سوا. انت بتعرفيها لعلا من قبل والله معكم صداقة والله هيك؟ لا لا، كان تعرفنا على بعض. طيب يعني هلا علا حتكون هي الوجه الإعلاني لمجوهراتك؟ هي علا الوجه الإعلاني في الفيديو تبعي، والفيديو إن شاء الله حنطلقه في آخر أكتوبر أوائل نوفمبر. وأنت مجوهراتك متلقى عليها نفس اسمك نادين، صحيح؟ كيف يعني كيف بلشتي بالمجوهرات؟ كيف طلعت معك؟ يعني كيف كان عندك هذا الشغف أو هذا الحب للمجوهرات؟ أو كيف بلشتي بهذا المجال مع أنه تخصصك غير تخصص، يعني بعيد كليا عن هذا المجال؟ أنا استمديت شغفي المجوهرات من والدي. أنا عيلتي بتشتغل في مجال الساعات والمجوهرات من فوق 60 سنة. فأنا من صغري وأنا يعني شايفة الأشياء دي قدامي، ونتعامل مع براندات كبيرة من زمان، ووالدي في المجال ده من فوق 45 سنة. فحبه هو المجوهرات، حتى هو بيشتري أحجار كريمة وخليها عنده يعني هواية. وعلمني كثير، علمني كيف أشتري مجوهرات، كيف أنقي. يعني أنا في الأساس كنت بشتغل في بنك، وعندي خبرة 8 سنين في مجال البنكي، وبدأتها كهواية بصراحة. كنت أرسم تصاميم، وكم زميل لي عرفوا أنه أنا بصمم مجوهرات وكذا، فبدأت الحكاية بالطريقة دي. وكانوا يجوني يقولوا لي نبغى نعمل هدية، مثلا يجيني واحد يقول لي عايز أعمل هدية لمراتي، إيش تقترحي علي في تصميم؟ فكنت أعمل له انترفيو زي ما بتعمل معايا كده، تاخذ منه الأفكار، أخذ منه، أحب أفهم شخصية مرته كيف، تعملي له حسب الشخصية بالضبط، فبحيث إن أنا أصمم قطعة تشبه الشخص، قريبة منها، عايزاها تلبس شيء بيشبهها، حاسة إنه قريب من قلبها. مش عايزة الشخصة تلبس شيء تحس إن هي كوبي زيها زي باقي الناس. ده كان الهدف، وده دي الفكرة الأساسية للبراند. ولما لقيت إقبال على الموضوع ده استقلت من البنك، وقررت إن أنا أكمل في المجال ده بطريقة جدية، ودرستها. يعني درست رسم المجوهرات، درست علم الأحجار لين ما صرت جيمولوجيست، فبقدر أطلع شهادات ألماس، شهادات. وين درست إياه؟ درست ما بين دبي ولندن، فكان حسب التوقيت الكورسات، لأنه كان لازم أركز في أن أنا أبني بزنس وفي نفس الوقت أدرس. فأخذت ما بين دبي ولندن. يعني كل امرأة عندها شغف للمجوهرات، صحيح، بتحب هذا الشيء.
انت كمان فتي فيه كشغف يمكن اكثر من انه بزنس بالبدايه، هيك من خلال كلامك استشفيت هذا الشيء. ايوه هي يعني بلاقي متعه في ان انا اشوف احجار كريمه والبق الاشياء مع بعض وافكر واستوحي من الطبيعه. كثير من تصاميمي يا اما مستوحاه من الطبيعه يا اما مستوحاه من اشخاص، من يعني كاركترز معينه اشوفهم كيف واستوحي القطعه، يا اما اخليها بسيطه جدا لو الشخص بسيط، او اخليها مثلا فونكي شويه لو الشخص من النوع اللي يحب يلبس ويعمل حسب الشخصيه اللي قدامي، او من الطبيعه. الطبيعه اكثر شيء احب استوحي منه عامه، خاصه الاطقم الثقيله احب استوحي من الطبيعه كثير. انت الاحجار الكريمه اللي بتستخدميها كمان بالمجوهرات كمان حسب شخصيه الانسان او شو بيلبق له او شو بيتفاعل معه من احجار كريمه، لانه عاده الاحجار الكريمه لها تاثير على الانسان. يعني انا بفكر فيها من منطلق ايش اللي يلبق للشخص كلون، في ستايل معين في الاحجار الكريمه ما يلبق على اي احد. سبحان الله كيف لما وحده تلبس شيء وبعدين لو شخصه تانية لبستها نفس الشيء ما يطلع نفس النتيجه، مع انه ممكن يكون البنتين حلوين جدا. يعني هي مش مساله جمال بس، ما اعرف سبحان الله هي يعني روح اورا زي ما يقولوا. كيف في الوان تلبق على ناس، يعني مثلا في ناس يلبق معها اللون الاحمر فينفع اعمل يعني مجوهرات فيها اللون الاحمر، في ناس بيلبق عليها اللون الابيض اكثر من زي الذهب الابيض اكثر من الذهب الاصفر، لون الجلد، شكل البني ادم. طب شو بيميز مجوهراتك يعني عن باقي المجوهرات الموجوده بالسوق؟ يعني اللي يميز مجوهراتي انه انا عندي فلكسبيليتي، بانه العميله اللي تيجي عندي انها تلبق اشياء مختلفه مع بعض، فبالتالي مو شرط لو واحده اشترت مني مثلا الحلق ده بتلبسه فلانه تانية اشترت نفس الحلق مش شرط بيلبسوه زي بعض مثلا، او مثلا من ضمن الدلايات حقتي التعليقات بيكون عليها مثلا engraving بكلمات معينة، فكل واحدة حسب اللي هي مؤمنة فيه واللي قريب من قلبها. فالفكرة كلها في customization، عندي level of customization عالي بيميزني عن باقي اللي موجود في السوق، يخلي الناس حابة تشتري شيء من عندي بحيث انه يكون تحس انه خاص فيها. قد ايه لك بلش بهذا المجال؟ لو حنتكلم كهوايه، كهوايه وكتنفيذ، كهوايه من 2012، كتنفيذ يعني انا استقلت من البنك في 2015، فالكولكشن اللي حتشوفوه اليوم قعد سنه ونص تقريبا. عشان هلا يعني انت بلشتي فيها يعني كهوايه هلا ولا كبزنس يعني تعتمدي عليها؟ لا دحين بزنس كامل. بزنس يعني ايه. عاملي محل، عاملي مصنع، عندك كل التجهيزات يعني لهذا الشيء؟ عندي مصانع بتعمل معها، ما عندي مصنع لي. اوكي مصانع بتتعامل. ايوه اوكي ايه. طيب وكيف الناس بدأت تشتري مثلا اذا عجبتها هذه الشغلات اللي بتعطيها؟ يعني اكثر شيء الناس بيلفت نظرهم في قطعي غير الديزاين الكواليتي، لان انا بصنع في ايطالي، فالكواليتي حقي مختلف عن اللي موجود في السوق. وعاده اللي يعني اللي يعرفوني اليوم هم اللي يعرفوا انه يشتروا مني، يعني انا لسه ما وتعمدت ان انا ما اعمل ماركتينج جامد في وقت التاسيس، عشان كنت حابه ان انا اسس شيء صح، كنت حابة لما أظهر بصورة يعني قوية. طيب أنت عندك محل بالسعودية؟ عندي يعني برايفت شوروم، عندي أوقات عمل معينة، أو لو يعني عملاء يحبوا يجوا في وقت معين بيعملوا موعد. طب هلأ أنت يعني لمين
يعني مجوهراتك مين بيلبسها؟ أي طبقة؟ يعني حنقول الطبقة اللي هي يعني A plus. يعني قطعك غالية أو قطع يعني تقيلة؟ إيه. يعني مثلا خبرينا كيف يعني مثلا انه انت قبل شوي كنت عم تقولي لي على اطقم تاعت العرس انه تكون تقيله بيكون فيها احجار كريمه او الماس او كذا، خبرينا مثلا عن هيدي الاطقم انه كيف بتشتغليها او قديش بتستغرق معك وقت او تصميم؟ يعني بتستغرق 8 شهور مني عشان من تنقيه الحجر، لانه خاصة الأطقم الثقيلة دائما أحب أبيعها بشهاداتها. اه اوكي. فالحجارة كلها معها شهاداتها. وفكرة إن إحنا ننقي الحجر يعني هي حسب إيش الإلهام اللي يجيني، يا إما عندي فكرة في بالي وأدور على الحجر، يا إما بشوف أحجار تعجبني وبعدين أصمم لها شيء حسب الظروف. يعني الريسيرش اللي في الاول ده بياخد وقت، وان انا الاقي الحجر الصحيح اللي ابغى استخدمه دي بتاخد وقت. وبعدين عشان انا بصمم في ايطاليا او بصنع في ايطاليا، اليوروبيينز عامة بياخدوا وقتهم في الشغل عشان يطلعوا كواليتي عالية، بياخدوا وقتهم في الشغل. طب شو الطموح اللي حابة توصلي له او شو المجال؟ طموحي ان انا البراند ده يكون انترناشنال براند، يكون بنفس ليفل كل البراندات الكبيره اللي نعرفها اليوم. شيء عالمي. نادين عطار نشكرك على المقابله. شكرا. ونتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك، فرصه سعيده. شكرا.